إذن ونناقش أداء الأسواق العالمية تحديدا بعد قرار الفيدرالي مع ضيفتنا نادية البلاسي وهي محلة أسواق في مجموعة إكويتي. أهلا ومرحبا بك معنا نادية. دعينا أتحدث بالدرجة الأولى عن قرار الفيدرالي الأمريكي في هذه المرحلة. نحن كنا واثقين بأنه سيقوم برفع أسعار الفائدة ب 75 نقطة أساس، ولكن أشار باول أنه سيكون أكثر هدوءا في الاجتماعين القادمين. فهل الأكثر هدوءا يعني أن الرفع لن يكون بذات المعدلات ربما 50 نقطة أساس أو أقل، أم أنه ربما سيقوم بتعليق الرفع في الاجتماع القادم؟ إذن في تصريحاته أمس ذكر باول أنه أو أننا نشهد أو أن هناك إمكانية بتخفيض وتيرة رفع معدلات الفائدة، إذن قد نرى 50 نقطة أساس كرفع في الاجتماع القادم مقارنة بما يقوم به عادة بغض النظر عن التبعات، ولكنه سيلتزم بالتجديد وذلك سوف يقلل من معدلات التضخم. أيضا هناك احتمال بتخفيض وتيرة التجديد، لأن فيما يتعلق بالتبعات فإن الناتج المحلي الإجمالي طبعا يلعب دورا مهما في سياسة التجديد النقدي، وذلك قد نشهد وتيرة أبطأ في الاجتماعات القادمة، ولكن ربما في العام القادم سنرى أن يكون الرفع ب 25 نقطة أساس حتى يتوقف، ولكن في الوقت الحالي لن يتوقف عن التجديد ولكن ربما الإبطاء قليلا. نادية، يعني برأيك كيف استوعبت الأسواق ردة الفعل هذه فيما يتعلق بتلميحها حول تخفيف وتيرة رفع الفائدة بالنسبة للفيدرالي، وأيضا فيما يتعلق بنظرته للتضخم بأن الوقت الحالي لا يمكن إيقاف رفع الفائدة في الوقت الحالي ما دامت معدلات التضخم تصل لمستويات قياسية هي الأعلى في 40 عام؟ لقد شهدنا أمس أن مؤشر داو جونز قد تراجع تقريبا دون مستويات 32,000، ولكن هذا الأسبوع إن لم يتراجع عن مستويات 32,000 فإن هذا سوف يكون ستتأثر الأسواق. وعلى الرغم من أن باول كان أقل تجديدا في حديثه أو تصريحاته أمس، لا نزال نرى أن الأسهم أخذت هذا الأمر على محمل السلبية لأنه لن يتوقف عن التجديد. إذن احتسبت الأسواق حسب ما تفهمه وحسب ما سيحدث في الاجتماعات القادمة، وقطعا الاجتماع القادم سوف يكون هناك قرار حسب الأرقام الصادرة، وهذا سيكون التركيز فيما يتعلق بقراراته، حيث أنه سيشهد معدلات النمو وسوق الوظائف وأيضا القطاعات الاقتصادية التي تتأثر بالسياسة النقدية. إذن الأسهم قد تأثرت وتضررت بذلك وهي حساسة للسياسة النقدية الحالية، لا سيما في الوقت الذي لا يزال فيه التضخم مرتفعا بغض النظر عن السياسات التي تتخذها البنوك المركزية لتحديد التضخم. نعم نادية، أسألك عن ما تتوقعينه لقرار بنك إنجلترا في اجتماعه اليوم، يعني هذا سيكون الرفع الثامن له منذ بدأ بعكس السياسة النقدية والتي كان أول البنوك التي قام بها في العام 2021، كيف سيكون لقراره تأثير على أسعار السندات؟ كلا البنوك المركزية بنك الفيدرالي وبنك إنجلترا يتخذان إجراءات لرفع معدلات الفائدة وتجديد السياسة النقدية، في مرحلة ما سيتدخلون في السوق لشراء السندات، وهذا قطعا سيؤثر على السندات ولكن سيتطلع إلى 75 نقطة أساس، وهذا ما نتوقعه، ومن المرجح أن هذا سوف يأخذ الاسترليني صعودا. إذا كان هناك بعض التذبذب في الاسترليني بين مستويات 113 و 115، وذلك بسبب حركة الدولار وقرار الفيدرالي، ولكن فيما يتعلق بمعدلات الفائدة
وبعد أيضا تولي ريشي سوناك رئيسا الوزراء أصبح هناك نفسية أو تبعات أكثر إيجابية على الاسترليني أكثر من قرارات بنك إنجلترا، ولا أعتقد أن هذا سوف يجعل البنك يتدخل في شراء السندات في الوقت الحالي، لأن الاسترليني لا يزال مستقرا حتى الآن وفي نطاق جيد مقارنة بما شاهدناه خلال الشهر الماضي. نعم، ونشكرك ضيفتنا نادية البلاسي وأنت محللة أسواق في مجموعة إكويتي. Thank you, Rana.